بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم ونحن نحتفي وإياكم بهذه الليلة الرمضانية في هذا الشهر الفضيل الذي تعم إشراقاته على كل الدنيا، ولا تجد مدينة صغيرة أو كبيرة تفترش بقعة من آفاق الإسلام الرحيبة إلا وقد غمرتها بركات هذا الشهر الكريم ونفحاته. هيا معا مع هذه الليلة الرمضانية، مع خير البدء، مع هذا الاستهلال العظيم، في تلاوة قرآنية مباركة مع القارئ الشيخ عبد العزيز شعبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك لعلهم يتقون. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، لقد أسس رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قواعد المجتمع الإسلامي على التكافل والتراحم، وتقدم لنا كتب السير نماذج تكافلية رائعة ظلت مضرب الأمثال على مر التاريخ. ونجد أن هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، يعد نموذجا عظيما يظهر فيه المسلمون فيما بينهم، يظهرون كصورة رائعة للتكافل والتراحم. إخوة الإيمان والإسلام، معا إلى هذه الكلمة الطيبة مع الدكتور عمرو الكمار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، شهر طيب مبارك، شهر التكافل، شهر التراحم. يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من فطر فيه صائما كان له مثل أجره. لعل من الأمور التي يجب أن ينتبه إليها المسلم هي أن سلوكه وأخلاقه ومعها عبادات يؤجر عليها بحول الله عز وجل إن كانت صالحة،
ويحاسب عنها إذا كانت غير ذلك. السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في حديث بدء الوحي لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم الأول وبأول ما نزل من القرآن فدخل عليها فقال زملوني زملوني، فلما ذهب عنه الروع قال لقد خشيت على نفسي. قالت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كلا والله لا يغزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فاستدلت السيدة خديجة بكريم خصال رسول الله وكريم فعاله وكيف أنه يكفل غيره وكيف أنه يشارك في النوائب وكيف أن له دورا اجتماعيا فعالا في رأب الصدع وإقالة العثرات وتفريج الكروب، ثم استدلت بهذا كله على أن من كان كذلك لا يخزى وأنه ينصر. وكان هذا من بديع فطرة السيدة خديجة السليمة، فجاء الشرع الكريم على وفق ما أسست رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعلمنا رسول الله أن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة، نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة. جاء رسول الله فعلمنا أن المسلم أخو المسلم وأن المسلم في عون أخيه، قال ربنا سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شهر التكافل لا ينبغي أن يبيت مسلم فيه جائع، شهر التكافل والتراحم لا ينبغي أن يكون فينا عريان أو مريض أو من لا يجد فراشه أو لا يجد سكنه، يجب أن يكون كما علمنا صلى الله عليه وسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا بواسع فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ومن دوحة التلاوة ودوحة القرآن الكريم إلى هذه الأدعية والابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ شريف خليف. عفوك ورضاك يا رب، رمضان جاء مني إلى الشهر الفضيل سلام، رمضان رمضان فطابت الأيام، رمضان جاء فطابت الأيام من شهر الفضيل سلام، شهر سما للمؤمنين إلى العلا، شهر سما بالمؤمنين
وترى الجموع به يزينها التقى وترى الجموع به يجملها التقى ويزين أهل الله فيه صيام فيه بيوت الله فيه والناس فيها سجد وقيام يا شهرنا رمضان يا شهرنا رمضان اللهم تقبل منا الصيام والقيام يا رب يا رب احفظ بلادنا وانصرنا على أعدائنا ارفع عنا البلاء